أخبار اليوم. بنبدأ في السؤال الثالث برضو 15 درجة. بنبدأ بقى هنا السؤال الثالث بيديني قارن ألف قارن بين كل مما يد. المقارنة دي يعني هيجي عليها أربع إيه؟ أربع درجات. خلاص؟ والكلام ده هنلاقيه في نموذج الإجابة في أخبار اليوم إن شاء الله يوم 27/6 بنلاقي الكلام ده موجود اللي هو نموذج الإجابة. أنا عايز المقارنة يا جماعة تبقى في جدول. المقارنة هنا من حيث الأطراف والإيه؟ والنصوص. بعمل هنا خانة على اليمين لواجه المقارنة والخانة اللي بعدها هتبقى معاهدة بلطة الإيمان واللي جنبها على الشمال تبقى معاهدة 36. أكتب أول حاجة الأطراف معاهدة بلطة الإيمان هما دولتين اتنين ما فيش غيرهم. هقول إيه؟ يا إما أقول السلطان العثماني وبريطانيا يا إما أقول تركيا وبريطانيا تمشي الاتنين صح. طيب معاهدة 36 أطرافها اتنين مصر وبريطانيا يبقى بلطة الإيمان مين ومين؟ السلطان العثماني وبريطانيا. هنا مصر وبريطانيا يبقى أنا جاوبت أول جزء دي. خلي بالكم على الأطراف هيبقى كل واحد عليها واحد يبقى الأطراف عليها كام؟ اتنين. والنصوص هيبقى عليها الاتنين التانيين. أما أقول بقى نصوص بلطة الإيمان كلمتين والله ما في غيرهم وما تقولش غيرهم إلغاء نظام الاحتكار. سهلة. مقول اهو بلطة الإيمان نصوصها ايه؟ الغاء نظام الاحتكار. نفترض بقى في واد كده شاطر ومذاكر وعايز يطلع كل اللي عنده وعلى ان يبدأ تنفيذ هذه المعاهدة منذ عام 1839. خلاص واحد مذاكر اكتر ممكن يكمل وقول ورفض محمد علي تنفيذ هذه المعاهدة حفاظا على الانتاج الداخلي ولكنه اجبر على تنفيذ المعاهدة اجبر غصب عنه في معاهدة لندن 1840. يبقى معنى كده معاهدة بلطة الإيمان تنفذت امتى؟ في معاهدة لندن 1840. بالنسبة ل 36 انا قلت الاطراف بريطانيا ومصر. طب النصوص انا عندي حوالي 7 نصوص اللي أدرك عليه ربنا أقوله. نفترض أنا حافظ السبعة إيه المانع أن أنا أكتبهم؟ خلاص عايز تكتفي بأربع نصوص ماشي. يعني ما أقول مثلا نمرة واحد انتهاء احتلال مصر عسكريا، اثنين إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثلاثة انضمام مصر عضوا في عصبة الأمم. وخلي بالكم أن النقطة دي أقوى دليل على أن احنا استقلينا لأن لا يجوز انضمام أي دولة لعصبة الأمم إلا إذا كانت الدولة مستقلة. من شروط الانضمام لعضوية عصبة الأمم يبقى الدولة مستقلة يبقى في اعتراف دولي أن مصر مستقلة. تقوية الجيش حتى يصبح الجيش المصري قادرا على الدفاع عن قناة السويس. فهذه الحالة يجلو يعني يمشي الجيش البريطاني. طيب إيه كمان؟ سحب العنصر الأوروبي من الجيش. الموظفين كلهم يمشوا من الجيش، العنصر الأوروبي يمشي من الشرطة، إلغاء إدارة الأمن الأوروبية وأصبحت مصر هي المسؤولة عن حماية الأجانب والأقليات في مصر. شوف النقطة دي مهمة جدا، حق مصر في عقد معاهدات سياسية مع الدول الثانية، ده أقوى دليل برضو على الاستقلال. عودة الجيش المصري إلى السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي اللي كان الخديوي عباس عملها مع مين؟ مع بريطانيا. طيب يبقى انا كده خلصت الايه المقارنه والنصوص زي ما قلت هاخد عليها اتنين يبقى ادي اتنين واتنين ادي الاربع درجات بتوع الايه المقارنه. بنقل به ما رايك هنا بقى تترك الاجابه للطالب في ضوء بقى ايه يعني فهمك لموضوع. مثلا السؤال الاول رايك في ميثاق الضمان الجماعي اللي وقعت عليه بعض الدول العربيه في يونيو 1950. ميثاق الضمان الجماعي اللي هو معاهده الدفاع المشترك اللي الماده الثانيه فيها بتقول ايه؟ ان اي دوله وقعت على الميثاق تعرضت لاعتداء خارجي تقوم بقيه الدول اللي وقعت على نفس الايه المعاهده بالدفاع عنها. انت قريت النص وحافظه، ايه رايك في الكلام ده؟ ان الدول العربيه تدافع عن بعضها، هل ده وحش؟ هل ده جيد؟ طبعا يعني انا في رايي الشخصي هقول ايه؟ انا ارى ان ميثاق الضمان الجماعي جيد، وكان يجب على كل الدول العربيه التوقيع ايه؟ عليه لتحقيق الاستقرار والامن لهذه الدول. خلي بالكم النقطه الثانيه، لو تم تحقيق كل مبادئ ميثاق الضمان الجماعي لاحالت حلم العرب في الوحده الى حقيقه ملموسه. يبقى ده بالنسبه لميثاق الضمان الجماعي. طب ما اقول لي رايك في مشروع التقسيم اللي اصدرته لجنه بيل الانجليزيه عام 37. طبعا كلنا عارفين ان لجنه بيل قسمت فلسطين الى دوله عربيه ودوله يهوديه، ولكن انت قول رايك بقى، قول رايك من خلال ايه؟ اعتراض الفلسطينيين على المشروع. لان خلي بالكم كون ان انا اخد حته من فلسطين اديها لليهود يعملوا فيها دوله اظن ده اعتداء لا مثيل له على حق الشعب الفلسطيني اللي بيعيش في أرضه. ثم إن ما خصص للدولة اليهودية أخصب أراضي في فلسطين.
مشروع التقسيم حول اللاجئ اليهودي الى مالك، وصاحب الارض الفلسطيني يتحول الى ايه؟ مطرودا من ارضه. يبقى ده بالنسبه لمشروع التقسيم، ممكن تدي راي اخر. طب النتيجه اللي ترتبت على، خلي بالكم برضو ما رايك بتبقى هنا ايه؟ واحد ونص، يعني وهنا عليها ايه؟ واحد ونص، يعني درجه ونص ودرجه ونص، وانا عندي هنا اربعه يبقى دي سبع درجات. وبعدين عندي هنا ما النتائج في كام؟ في اربعه، اهو اربعه اسئله في كام؟ في اتنين درجه، اتنين ايه؟ درجه، هيساوي ايه؟ تمن ايه؟ تمن درجات. يبقى ده توزيع الدرجات اهو، اربعه في كام درجه؟ الواحده بكام؟ باتنين، بيساوي تمن درجات. يبقى هنا تمانيه وهنا تلاته خلاص واربعة، يبقى دي 15 ايه درجة. اول بقى ما النتائج اللي ترتبت على مؤتمر الجزيرة 1906، كلنا عارفين مؤتمر الجزيرة اللي دعت اليه فرنسا، دعت اليه المانيا حتى تبعد فرنسا عن الانفراد بمراكش اللي هي المغرب. طب انا عايز النتيجة، خرجت فرنسا من مؤتمر الجزيرة منتصرة، والكلام ده بنلاقيه في نموذج الاجابة خلاص. اثنين، قام الجيش الفرنسي بغزو مراكش وعزل السلطان عبد العزيز وتعيين مولاي عبد الحفيظ، ده سلطان جديد للمغرب. بنستكمل إجابة السؤال رقم 2 جيم في السؤال الثالث. بنشوف هنا رقم 2 بتقول تنفيذ أو النتائج اللي ترتبت على تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، هي الإجابة 3 نقاط فقط، اللي هي منعت جيوش الشريف حسين بقيادة ابنه فيصل من دخول بيروت. النقطة الثانية، سمحت انجلترا لجيوش فرنسا بدخول بيروت وإنزال العلم العربي المرفوع. ثلاثة، وجد الشريف حسين وأبناه عبد الله وفيصل موقفا متعنتا من جانب أعضاء مؤتمر الصلح. يبقى ده بالنسبة لسايكس بيكو. طب حرب اكتوبر 73 بالنسبة لأسس العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية، إسرائيل كانت بتتغنى بإيه؟ إن هي طبعا خفة الجيش بتاعها بيتغنى بيتباهى إن هم خفة الحركة، القدرة على المناورة، تحقيق السيادة الجوية، والحمد لله جيشنا العظيم في حرب اكتوبر قضى على هذه الأسس اللي هي خفة الحركة والقدرة على المناورة وتحقيق السيادة الجوية، لأن سلاح الدفاع الجوي بتاعنا العظيم نجح في شل فاعلية سلاح الطيران الإسرائيلي. أربعة، النتائج اللي ترتبت على زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لمصر في يونيو 74. طبعا انت عارفين بعدها احنا دخلنا في ايه، المفروض بقى نحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصري والكلام ده، ولكن بعد الزيارة دي يعني حدث بعض الأخطاء، منها على سبيل المثال بقينا نبيع المصانع دي نمرة واحد إلى رجال الأعمال اللي هي المعروفة باسم سياسة الخصخصة، بيع القطاع العام لرجال الأعمال. طيب نمرة اتنين، بقينا نبيع ونبيع بلا ضوابط، يعني صاحب المصنع بيشتري من الدولة والدولة ما بتحطش قانون يضبط عملية البيع والشراء، يعني ممكن صاحب المصنع بيلاقي نفسه ان هو لو هد المصنع ويبيع المكن بتاعه ويبيع الأرض بتاعته عمارات هيبقى يكسب له، بيعمل كده ويشرد العمال. بس هو ده اللي حصل بعد زيارة الرئيس الأمريكي لمصر.